أي أحد يسب الصحابة رضي الله عليهم. نزلي زوجي منوبة عن الصحابة شكرا الله سبحانه وتعالى ورزقه. تسأله تقول له نعم. زميل أنا زميل ما تعنيش بس كم منو؟ هل أنت من المهاجرين؟ مو في أنا ومشن المهاجرين يرون يارك كم كم ناس وسلاما بقتن مكة. الذين هاجروا من مكة للمدينة. يروزيا أن في جمون أفتن مكة من ديتنا المدينة. أنا زميل منو باش مو بينو نارك كم يزرو؟ لابد يقول نعم أو لا. أم زفتونا مو في شيء لابد تنا منو إيه ساتسيا. يقول لا. مسافواش من سلازم نفسي ساتسيا نارك كم يزرو. نسأل السؤال الثاني. هل أنت من الأنصار الذين استقبل المهاجرين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو في أنا ونسمر أنصار زين جاي نرو مهاجرين أفتن مكة تبتوا مدينة يروتوا بتنانا تبتوا مدينة زين مو في أنا ونسمر أنصار. لابد يقول لا. مسافواش من سلازم نوم سوي شيء. تقول وأنا أشهد عليك إذا أنت لست من المهاجرين ولست من النصارى. لا يمكن أن تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والنصارى يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت لست من هؤلاء، لست من المهاجرين ولست من النصارى ولست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم. كروش كزان بلتين زنوزان لازم يسقوط سنسن رونا المهاجرين لازم يسقوط سنسن روا الأنصار كروش كزين بلتين دي إن زبطة تنين سكم زنوزان ينو دي سنسن روا زيب ولازم الله سبحانه وتعالى أو نت القرآن ستنين نمبر الله يرو زيب هو فتولا توري المهاجرين سيرو أنصار دي ملازم يسروا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا توبوا مملان فوتاني ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سيروا علينا إذا توجد إيمان تيروا عن البيرو الصحابة زين بارك الله سبحانه وتعالى من تريد أن يروا فهو كذلك توبة أولين الصحابة أني فزن توبة نوع ندينا ممكن يروا الصحابة ماذا هو عزن فأناو سيني سنبي مسلم نعم.